أبدأ معك سيد أحمد مبارك الخالدي. إذن الانتخابات الفلسطينية أصبحت مرتقبة بمرسوم رئاسي، يعني هل تعتقد بهذا المرسوم ربما أصبح الأمر مهيئا؟ بهذا المرسوم من الناحية المبدئية يشير إلى أن هناك نية تتجه إلى إجراء الانتخابات، لكن هل هذا المرسوم يستند إلى أسس قانونية صحيحة يمكن أن تؤدي إلى إجراء الانتخابات ولا نصادف عراقيل قانونية قضائية إذا ما تمت الانتخابات وجاءت في غير صالح طرف من الأطراف؟ فلأن هذا المرسوم جاء مخالفا للقانون الأساسي وعدل في قواعد القانون الأساسي الذي هو في الأصل لا يجوز تعديله إلا من المجلس التشريعي وبأغلبية ثلثي أعضاء مجموع أعضاء، فيمكن في هذه الحالة إذا لم يطرق النتائج لأي طرف يتقدم بالطعن إلى المحكمة الدستورية لإلغاء نتائج الانتخابات، وبالتالي كأننا لم نقم بتحقيق الهدف من وراء الانتخابات التي يراد منها أن تكون مفتاح لإنهاء الانقسام ورفع الحصار وإجراء المصالحة وإعادة توحيد مؤسسات الدستورية للسلطة الفلسطينية. الأمر لدى كثيرين يتشككون في إمكانية أن تؤدي هذه الانتخابات إلى حل هذه الإشكاليات. طيب، كثيرون يتشككون في أن يعني تحل هذه الانتخابات الانقسامات الفلسطينية أوردت أو تحدثت الآن سيد مبارك. الآن أتوجه إلى سيد تيسير الخطيب الكاتب والمحلل السياسي. سيد تيسير، هل تعتقد وبناء على ما رأيت من ردود أفعال من قبل فتح وحماس والأطراف الموجودة أو الفاعلة في فلسطين، هل تعتقد أن أصبح الآن الجو مهيأ لإنشاء حكومة بالفعل؟ قد يكون الجو مهيأ من الناحية الإجرائية، ولكن الإشكالية في الساحة الفلسطينية إشكالية أعمق من موضوع إجراء انتخابات. هذه الانتخابات لن تقدم أي حلول للشعب الفلسطيني بمثابة وضع العرب أمام الحصان. يعني المفروض أن يكون هنالك حوار مجتمعي، حوار بين الفصائل الفلسطينية، أن يتم بحث عميق في تجربة السنوات الماضية منذ أوسلو وصولا إلى الانقسام، أن يتم الاتفاق على مشروع وطني فلسطيني يجمع عليه الجميع، ومن ثم قد تكون الحاجة هناك إلى عمل أو القيام بانتخابات، وإن كان يعني أي انتخابات تحت الاحتلال عليها علامات استفهام كثيرة. أنا أتصور أنه للأسف الشديد المدخل لإنهاء الانقسام يعتمد على فكرة بسيطة، هذه الفكرة أن الذهاب إلى الانتخابات يمكن أن ينهي الانقسام. كما تحدث الدكتور الخالدي، لا، لعل هذه الانتخابات تكرس الانقسام. نحن في أزمة كبيرة. يعني كيف يمكن لهذه الانتخابات وبناء على ما رأيناه في المرسوم الرئاسي، كيف يمكن أن تكرس للانقسامات؟ يعني تحدث الدكتور عن موضوع إمكانية الطعن على المرسوم والطعن على الانتخابات وإلغاء النتيجة. لا أريد أن أعيد نفس الكلام الذي تحدث به، ولكن ما أريد أن أقوله يعني في مقاربة سياسية غير المقاربة القانونية التي تحدث عنها الدكتور، هو أن المشكلة أننا في أزمة مشروع وطني فلسطيني جامع للجميع في فلسطين. السلطة الفلسطينية منذ أن تأسست لم تستطع أن تتصدى لجميع التحديات أو لجزء من التحديات التي يعاني منها الواقع الفلسطيني، والتحديات معروفة لا مجال لإعادتها الآن. حركة حماس عندما دخلت الانتخابات ثم أصبحت في وضع ملتبس بين كونها حركة مقاومة وبين كونها سلطة، بين كونها
لا تعترف باتفاق أوسلو، وكونها تنخرط في مشروع سياسي قائم على فكرة الاعتراف الضمني بمشروع أوسلو. طيب هنا نحن أمام مأزق كبير جدا يحيط بالساحة الفلسطينية، له علاقة بالمفاهيم وله علاقة بالأولويات. طيب أنا كنت أتصور أن المدخل لإنهاء الانقسام هو الحوار وتقييم التجربة الماضية، تجربة أوسلو وتجربة الانتخابات، ثم إذا وجدنا بأن الحل هو في الذهاب إلى الانتخابات ضمن إجماع وطني فلسطيني نذهب إلى الانتخابات. أما أننا سنذهب الآن ببرامج متناقضة، وقد سمعت ولا أدري إن كان هذا صحيح أو غير صحيح بأن هناك ستكون ما يشبه القوائم المشتركة، يعني معناها إقصاء جميع الأطراف وإبقاء الحلبة مقتصرة على طيب حركة فتح الآن معي وحركة سيد، حماس. نعم يعني معي سيد عبد اللطيف القنوع المتحدث باسم حركة حماس، دعني أذهب إليه وأتساءل سيد عبد اللطيف، هل بالفعل يمكن لهذه الانتخابات المرتقبة التي دعا إليها أبو مازن يمكن لها أن تزيد الانقسامات بالفعل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيوفك الأعزاء. ليس صحيح، الانتخابات الفلسطينية هي مدخل حقيقي ومهم لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية وتحقيق الشرف الفلسطيني، وبالتالي مسار الانتخابات جاء نتاج حوارات مستمرة مع الفصائل الفلسطينية ومبادرات مختلفة من بعض الدول قدمتها، ونحن اليوم أقرب إلى تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية. الانتخابات ليست هي هدف لا شك، لكنها وسيلة مهمة وجادة لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني وإعادة صياغة النظام السياسي الفلسطيني، وبالتالي نحن حريصون على إنجاح هذا المسار. ما هي الآليات التي ربما توضح أو ستضع لنا هذه الانتخابات بحيث نصل إلى ما تقول؟ يعني نحن في البداية أصدر الرئيس سلطة المراسيم المتعلقة بالانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني. الخطوة الثانية التي ننتظرها نحن والفصائل وينتظرها شعبنا الموعد لعقد لقاءات لقاء وحوارات مع الفصائل الفلسطينية لمناقشة الآليات والترتيبات الخاصة بإجراء العملية الانتخابية وتحسين العملية الانتخابية. أي عقبة ستقف أمامنا سنذلل العقبات ونواجه كل الصعوبات التي قد تحول دون إجراء العملية الانتخابية، لأننا هذه المرة ونحن والفصائل الفلسطينية وأبناء شعبنا الفلسطيني جادون في العملية الديمقراطية وفي ترتيب بيتنا الداخل الفلسطيني، ونؤمن تماما أن الوحدة الوطنية الفلسطينية هي المخرج الحقيقي لمواجهة التحديات التي تعصف بالقضية الفلسطينية. طيب بروفيسور أحمد مبارك، يعني الآن سمعنا رأي السيد تيسير الخطيب وسيد عبد اللطيف القنوع، يعني رأينا ردود أفعال وخاصة من حماس يبدو أن هناك ترحيب بالمرسوم الرئاسي وبالانتخابات المرتقبة بما يؤدي إلى حالة من التقارب وإنهاء الخلاف الفلسطيني. هذه ردود الأفعال هذه السيد مبارك، هل بالفعل ربما تهيئ المناخ؟ هذه ردود الأفعال يعني لا تكفي لضمان إجراء انتخابات تحقق الأهداف من إجرائها. الهدف ليس إجراء الانتخابات للحيازة للسلطة، نحن نعلم أن هناك على الأقل برنامجين مختلفين تماما في غزة وفي رام الله. برنامج يعتمد المفاوضات كحل وحيد لاسترجاع الحقوق الفلسطينية من المحتل، وبرنامج آخر يرى أن المقاومة لابد أن تسند المفاوضات على الأقل ليكون هناك مصدر قوة للشعب الفلسطيني. ما يتم الآن تداول بين كثير من الأطراف أنه قبل التفاهم على المشروع الوطني وكيفية إدارة الصراع مع الاحتلال واحترام الحقوق الأساسية والثابتة للشعب الفلسطيني التي نصت عليها مقدمة القانون الأساسي التي قالت أن ميلاد السلطة على أرض فلسطين هو تكريس لسياسة الكفاح المرير والمستمر
لأجل نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه الوطنية الثابتة ومقدمتها حق تقرير المصير وإقامة الدولة، وأن هذا القانون الأساسي لن ينتقص من حق فلسطيني ولا يلغي الحق المقاومة في الدفاع عن نفسها من أجل استرداد الحقوق الوطنية الفلسطينية. فبدون الاتفاق على برنامج وطني يحل هذه الإشكاليات ستبقى الانتخابات مجرد وسيلة ليسعى طرف أو طرفين لكل منهما يحاول أن يأخذ النتيجة لصالحه أو لصالح برنامجه، وبالتالي سيظل الانقسام ولن تتحقق الوحدة الوطنية، وستبقى المبعثرة القانونية والبعثرة التشريعات والخروج على القانون الأساسي والخروج على الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني. طيب.